السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم على موضوع جديد من موضوعات البرودكشن تكنولوجي. موضوع النهاردة بيتكلم على الجوينينج بروسيسز. طبعا كنا اتكلمنا مع بعض في محاضرة الانترودكشن تو برودكشن تكنولوجي عن المانوفاكشرينج بروسيسز. قسمنا المانوفاكشرينج بروسيسز لتو مين كاتيجوريز. قلنا ان في ما يسمى بالبروسيسنج اوبريشنز، وقلنا دي مجموعه الاوبريشنز اللي بتقوم بعمليه الكونفرجن او بتحول لي الستارتنج ماتيريال لفاينل برودكت من خلال مجموعه من الانبوتس، الرو ماتيريال، الماشين، الليبر، الباور، وقلنا ان انا بحصل على فاينل برودكت بمواصفات من حيث الشيب، السايز، الاكيوريسي، البروبرتيز. كل الكلام ده سميناه عمليات البروسيسنج، اللي كان منها الماشينينج، الفورمينج، الكاستينج، الديفرنت اوبريشنز اللي بتتم عشان تديني في النهايه فاينل برودكت. الكاتيجوري الثانيه كانت الكاتيجوري اللي بتسمى الاسمبلي او الجوينينج بروسيسز. الاسمبلي اتفقنا ان انا ممكن يكون عندي مجموعه من البارتس او الاجزاء، وانا محتاج اعمل لها عمليه اسمبلي او ابتدي اجمعها مع بعض عشان احصل على الفاينل كومبوننت بتاعي او الفاينل برودكت بتاعي. فدي المجموعه اللي سميناها الاسمبلي، وقلنا تحت منها ما يسمى بالويلدنج والسولدرنج والبريزنج والادهيسيف بوندنج. كل الكلام ده هنبتدي نتناوله النهاردة في بارت نمبر 1 من الجوينينج بروسيس. احنا هنقسم محاضرة النهاردة لجزئين، ده هيكون الجزء الاول في المحاضرة ان شاء الله. التوبكس اللي هنتكلم عنها دي مجموعة التوبكس اللي هنتناولها في المحاضرتين. محاضرة النهاردة احنا هنركز على التوبيك الاول اللي هو بيتكلم على الماتيريال جوينينج ميثودز. ايه هي الطرق اللي انا بعمل بيها عملية جوينينج او عملية وصل للاجزاء او عملية اسامبلي او تجميع للبارتس مع بعضها عشان احصل على فاينل برودكت. فالتوبيك الاول ده اللي هنركز عليه في محاضرة النهاردة. بارت 2 اللي هنتكلم فيه على جوينينج بروسيس، هنختار نوع من انواع الميثودز اللي بتستخدم في عمليات الجوينينج، وهو الويلدنج. هنتكلم على الويلدنج امبورتانس، هنستعرض مع بعض الديفرنت ابلكيشنز اللي بيدخل فيها عمليات اللحام، هنتكلم على الكلاسيفيكيشن للويلدنج بروسيسز، بيبتدوا يقسموا عمليات اللحام ازاي، ايه هي الديفرنت تايبس للويلدنج بروسيسز. هنختار نوع كومن قوي من الويلدنج وهو الاس ام اي دبليو او الشيلدد ميتال ارك ويلدنج. هنتكلم على التكنيك، البرنسبلز بتاعته، نبتدي نقول ايه هي الابلكيشنز المختلفه بتاعه الويلدنج، ونبتدي نتكلم على جزء الويلدنج ديفكتس، هنستعرضه برضو سريعا كده، نقول ايه هي اهم العيوب اللي ممكن تظهر بعد عملية الويلدنج، بعد ما ابتدي الحم او اجمع الاجزاء مع بعضها، ايه ممكن تكون الكومن ديفكتس او المشاكل اللي بتحصل في الاجزاء اللي بيتم لحمها مع بعض. ثم في النهاية هنستعرض بعض الويلدنج ترمينولوجي او بعض المصطلحات اللي بتستخدم داخل مجال الويلدنج. هنبتدي نتكلم النهارده على الماتيريالز جوينينج ميثودز. زي ما اتفقنا ان عمليه الميتال جوينينج او الماتيريال جوينينج هي عمليه ربط او تجميع تو ميتال بارتس، سواء كانت عمليه التجميع دي او عمليه الجوينينج دي بتتم بصوره بيرمننت، صوره دايمه، او بقول عليها وصلة دائمة، حاجة بجمعها مع حاجة تانية والوصلة دي ما تتفكش او تكون permanent بالنسبة لي، زي مثلا عمليات الويلدنج، او ان هي تكون temporarily او حاجة مؤقتة
زي مثلا السكرو المسمار البولت اند نوت. انا ممكن اجمع جزئين مع بعض اربطهم بمسمار وممكن افك المسمار ده لاغراض المينتنانس او الريبير او غيرها. فبالتالي في عمليات جوينينج او عمليات وصل للاجزاء او للماتيريالز بتكون وصلات دائمه او وصلات مؤقته، وطبعا هنتكلم على الكلام ده. طبعا عمليات الجوينينج مش كلها بتحتاج هيت وبريشر، يعني في عمليات بتتطلب الهيت تبقى موجوده، البريشر يبقى موجود، ممكن تتم عمليات جوينينج بدون هيت او بريشر. فطبعا هنستعرض الكلام ده ونقول ايه هي الديفرنت بروسيسز اللي بتعمل عمليات الجوينينج. لو ابتدينا نقسم الماتيريالز جوينينج بروسيس او الماتيريال جوينينج ميثودز، هنلاقي ان الماتيريالز جوينينج ميثودز بتنقسم لفور كاتيجوريز. الكاتيجوريز اللي هنتكلم عنها، هنتكلم على حاجه اسمها الميكانيكال فاستنينج. يبقى في طريقه او في طرق بتسمى الميكانيكال فاستنينج بتستخدم في عمليات الجوينينج، ودي هيكون تحت منها حاجه اسمها الريفت جوينت وحاجه اسمها السكرو جوينت. يبقى هنتكلم على نوعين تحت الميكانيكال فاستنينج. في حاجه بتسمى الادهيسيف بوندنج هنتكلم عنها وهنقول هي عباره عن ايه. في حاجه اسمها الويلدنج او عمليات اللحام، وعمليات اللحام طبعا لما نشرح البارت 2 هنلاقي ان الويلدنج في منه ما يسمى بالفيوجن ويلدنج وفي منه ما يسمى بالسوليد ستيت ويلدنج. طبعا كل الكلام ده هنشرحه بالتفصيل داخل التو ليكتشرز بتوعنا الخاصين بالماتيريال جوينينج ميثودز. في برضو عمليتين مشهورين قوي هنتكلم عنهم، هما السولدرينج والبريزنج، وهنقول الديفرنس بتوين التو اوبريشنز. هنبتدي نتكلم على عملية من عمليات الجوينينج. قبل ما نتكلم على الكلام ده هنسأل سؤال كده، why joining processes؟ انا ليه بلجأ للاوبريشنز اللي بتسمى joining processes، او ليه بستخدم عملية الاسامبلي في الاساس؟ احنا اتفقنا ان عمليات المانوفاكشرينج في منها عمليات تصنيعية بتبدأ بالستارتنج ماتيريال لحد ما تديني الفاينل برودكت. العمليات التانية هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن الاسامبلي ميثودز او الجوينينج ميثود. فاحنا هنتكلم ليه انا بلجأ للجوينينج بروسيس. اسباب استخدام الجوينينج بروسيسز، اول حاجة لو انا بصيت على البرودكت او المنتجات اللي موجودة حواليا هلاقي ان في بعض الكومبوننتس او بعض البرودكتس بتكون تو لارج، حجمها كبير جدا، ما ينفعش ان انا اعمل لها عملية مانوفاكشرينج او اصنعها من وان ستيب. فبالتالي بلجأ للانديفيدوال بروسيسز، بلجأ ان انا اعمل الكومبوننت دي او الكومبوننت ده عن طريق ان انا بقسمه، بعمله ميني بارتس، بعمله اجزاء كتيره وابتدي اعمل اسامبلي. ما ينفعش مثلا برودكت زي العربيه اصنعه من مره واحده، ادخله سيستم يعمل لي كونفرجن لرو ماتيريال يحوله لي عربيه. فبالتالي لا، انا بعض الاجزاء بتحكمني ان انا لازم اعملها اسامبلي، لازم اعمل لها جوينينج بروسيسز. الحاجه الثانيه من الناحيه الاقتصاديه ومن ناحية سهولة المانوفاكشرينج، الأسهل ليا إن أنا أصنع الأجزاء وابتدي أجمعها أو أعملها أسامبلي مع بعض. يبقى اقتصاديا وتصنيعيا أفضل بالنسبة لي إن البرودكت الكبير أو الكومبوننت الكبير أصنعه من أجزاء صغيرة أو small parts وابتدي السمول بارتز دي اعمل لها اسامبلي او اعمل لها جويننج عشان احصل على الفاينل برودكت بتاعي. الحاجه الثالثه، البرودكت لما بعملها في صوره سمول بارتز او اجزاء متنوعه وابتدي اجمعها، ده بيسهل عمليه الاسامبلي وعمليه المينتنانس. انا هبتدي انجن موتور راكب داخل مكنه،
فطبعا لو انا مصنع الموتور ده كجزء او بارت اساسي من المكنه، لو الموتور ده ابتدى يحصل فيه دامج او ابتدى يحصل فيه فيلير، مطالب ان انا افك الجزء ده، ما افكش المكنه كلها. يبقى بالتالي عمليه الاسمبلي بتسهل عمليه الريبير وبتسهل عمليه المينتنانس، ان انا اقدر افك واربط بعض الاجزاء عشان ابتدي اعمل لها مينتنانس او اعمل لها عمليه ريبليسمنت. فدي الاسباب الاساسيه اللي بتخليني الجا للجويننج بروسيس. لو بصينا على اكزامبل لبرودكت، احنا قلنا ان من ضمن الاسباب ان التو لارج برودكت بيبقى صعب ان انا اعملها بالانديفيدوال بروسيس. زي ايه؟ زي مثلا ده كده، او البرودكت اللي قدامي ده العربيه بتشمل تقريبا جميع الجويننج بروسيسز اللي احنا قلناها. يعني هلاقي داخل السياره موجود الفاستنرز، موجود المسامير اللي ببتدي اجمع بيها الاجزاء اللي راكبه داخل السياره. على سبيل المثال لو انا بتكلم على البولتد انجن اسامبلي، لو انا هبتدي اجمع الموتور عن طريق القاعده بتاعه الموتور والمسامير اللي هبتدي اركبها واسبب بيها الموتور داخل السياره. لو بتكلم على السولدرد الكتريكال سيركتس، الالكتريكال سيركتس او الدوائر الكهربيه اللي موجوده داخل السياره، المفروض ان هي الاسلاك دي بتتوصل او بتتجمع عن طريق عمليه اسمها السولدرينج. البريزد جوينت فور ايميشن كنترول، في جزء معمول بالبريزنج، في جزء معمول ادهيسيف بوندنج، الفابريك او القماش او النسيج اللي موجود داخل السياره، في جزء هلاقيه معمول بالويلدنج. يبقى في مجموعه من الجويننج بروسيسز بتشترك في وان برودكت او وان كومبوننت هبتدي احصل عليه. طيب لو ابتدينا نشرح كل عمليه من عمليات الجويننج، هنبدا بالميكانيكال فاستنينج. الميكانيكال فاستنينج اتفقنا ان في ما يسمى بالريفت جوينت اللي هي بنقول عليها مسامير البرشام. طيب ايه هو الريفت؟ الريفت هو سلندريكال بار. سلندريكال بار ده بيكون ليه هيد وليه الشانك بتاعه او الجسم بتاعه. يبقى انا عندي المسمار بتاع البرشام ده هو نوع من انواع الميكانيكال فاستنينج، او نوع من انواع التولز اللي بتستخدم في عمليات الجويننج عن طريق الميكانيكال. طيب ده نوع الوصله ايه؟ نوع الوصله هنا بيرمننت جوينت، انا بعمل وصله دائمه. طيب اشهر الحاجات او اشهر الابلكيشن اللي بيدخل فيها الريفت، هلاقي ان هو بيدخل في الاستراكشرال وورك، في الشيب بيلدينج، في البريدجز، في التانكس، في البويلر شيلز. كل ده او اعمال الشيت ميتالز عموما او اللايت ميتالز، الميتالز الخفيفه اللي بيحتاج ان هو يعمل لها عمليه جويننج، بتتم من خلال وصلات البرشام. طيب فكرتها ايه وصلات البرشام؟ فكرتها ان انا بيبقى عندي زي ما اتفقنا سلندريكال بار. سلندريكال بار ده مكون من جزئين، جزء بيسمى الشانك او البادي، والجزء الثاني بسميه الهيد او التيل. ببتدي اجمع التو بارتس او التو ميتالز اللي انا عايز اجمعهم مع بعض، وابتدي باستخدام ما يسمى بالريفت جان، بيبقى فيه زي مسدس كده يبتدي يضغط مسمار البرشام داخل البارتس اللي انا عايز اجمع. طبعا العمليه دي بتتم بكل سهوله، وهنشوف فيديو بسيط كده يوضح لنا عمليه الريفتنج او الريفت جوينت بتتكون ازاي. هنبص كده مع بعض على الفيديو ونرجع نكمل مره ثانيه. Rivets are strong lightweight fasteners. Here's how a pop rivet works. A rivet has a shank and a mandrel. The rivet is inserted in a hole drilled through two materials. A rivet gun pulls on the top of the mandrel, expanding the shank. As the shank expands, pulling on the mandrel clamps the two materials tightly together. The force from the gun then snaps off the mandrel head at a pre-made breakpoint. It's called a pop rivet because of the sound the head makes when it snaps off. The right nozzle in for the rivet, and you just slide it in there. So to get that rivet into that hole, all you do is you put it into the two holes
make sure they're both in there. Then you just keep squeezing the riveter and eventually it'll pop like that. You'll now see that the two materials are attached together. عندنا بعد ما شفنا الفيديو الخاص بالريفت طبعا الريفت جوينتس بيكون ليه اشكال للريفتس مسامير البرشام مش شكل ثابت او مش شكل ستاندر بتعامل معاه ده في ديفرنت تايبس او ديفرنت شيبس للمسامير اللي بتستخدم في الريفت جوينت او كريفتس او كمسامير برشام في منها السوليد في منها اللي واخد شكل تيوب في منها اللي واخد سيمي تيوبلر اند سو اون ففي ديفرنت شيبس او اشكال مختلفه للمسامير اللي بتستخدم لكن البرنسبل الاساسي هو واحد زي ما شفنا في الفيديو كده ده اللي بيحصل اثناء عمل وصله البرشام وزي ما اتفقنا دي بتكون بيرمننت جوينت وبتكون غالبا لللايت ميتالز ننتقل لنوع تاني من الميكانيكال فاستنينج احنا قلنا ان الميكانيكال فاستنينج ده جويننج بروسيس في منها ممكن يتم عن طريق مسامير البرشام اللي هي الريفت جوينت او عن طريق السكرو جوينت السكرو جوينت هي عبارة عن ايه السكرو جوينت او السكرو هو وصلة بتتكون من جزئين بولت ونط بتكلم على مسمار وصامولة طيب مبدئيا كده انا بستخدم السكرو جوينت اللي هو يعتبر نوع من انواع الميكانيكال فاستنينج بستخدمه في عمليات الكونكشن او الديسكونكشن يعني ايه يعني انا ممكن اربط تو بليتس مع بعض وابتدي افكهم عشان عملية الريبير او عملية المينتنس يبقى معنى كده ان الوصلة بتاعت السكرو او وصلة المسامير هي وصلة مؤقتة يعني اقدر افك واقدر اركب اكتر من مرة يعني اقدر اعمل اسامبلي واقدر اعمل ديسكونكشن او اقدر افك الاجزاء دي عشان عمليات الصيانة فبالتالي ده بيستخدم او السكرو جوينت بتستخدم لاغراض الهولدنج الادجستمنت في الاسامبلي او السيرفس انسبكشن في الريبير في الريبليسمنت ريزونز هتلاقيها معظم الاجزاء اللي انا بربطها بمسامير بيبقى الغرض الاساسي منها ان الجزء ده ربما يحصل له فيلير ربما يحصل له دامج فانا محتاج ان انا افكه فبالتالي محتاج ان يكون عندي وصلة مؤقتة ما تكونش بيرمننت ما تكونش وصلة دائمة بحيث ان انا ما اقدرش مثلا اعمل القعدة بتاعت الموتور مع الموتور اعملهم باللحام الحمهم مع بعض لان ده لو حصل فيلير في الموتور انا مش هقدر افك الجزء اللي حصل له دامج او اللي حصل له فيلير وابتدي استبدله او اعمل له ريبليسمنت فاللي بيستخدم للغرض ده هو السكرو جوينت يبقى ده كده تمبرالي او وصله مؤقته طيب هناخد كده بعض الكومن ثريدد فاستنر اللي موجوده هنلاقي ان كلنا شفنا المسامير في انواع كتيره جدا من المسامير او السكرو جوينتس هناخد بس بعض الكومن تايبس اللي ممكن نشوفها موجوده داخل الماشينز او الماشين بارتس المختلف طبعا في عندنا حاجه اسمها بولت وحاجه اسمها سكرو البولت هو المسمار اللي بيكون اكسترنالي ثريدد هو مسمار معمول له ألووز خارجي وبيكون لي في الأوبوزيت سايد موجود النط يبقى أنا عندي external threaded في ألووز خارجي وفي نط أو صامولة ليها internal threaded أو internal threading معمول للنط دي وبيبتدي يحصل connection أو عملية ربط ما بينهم السكرو هو externally threaded fastener هو fastener معمول له ألووز خارجي بس ملوش نط اللي هو زي المسمار البورما اللي احنا بنستخدمه مثلا في الخشب او عمليات الربط المختلفة طيب السكرو ما بينزلش داخل ثرو هول هنا البولت بينزل داخل ثرو هول طوق بنافد عشان يعدي من الناحية التانية وابتدي اربط له النط بتاعته او الصامولة بتاعته بينما السكرو هو بينزل داخل بلايند هول اللي هو ثقب غير نافذ
فده كده بنسميه السكرو او نوع من انواع الفاستنر. النوع الثالث اللي هو برضو يعتبر كومن وممكن نكون بنشوفه في الماشين بارتس، هنلاقي حاجه اسمها الاستاد او الجويت. ده برضو بيبقى اكسترنالي ثريدد فاستنر بس ما بيكونش ليه هيد، يعني هو مسمار من غير راس، يعني من ناحيتين معمول ألوز متألوز من ناحيتين بس ملوش هيد. ده عامل زي ايه؟ لو انا بصيت مثلا على أعمدة الإنارة اللي موجودة في الشوارع، لو انا بصيت على الأعمدة دي عشان تتثبت في الأرض، المفروض المسمار بيبقى متثبت في الأرض أو معمول له هول في الأرض، والجزء اللي طالع من القاعدة بتاعت عمود الإنارة ده مربوطة أو ملوش راس ومربوط بصامولة زي كده. فالستات أنا ممكن أركب له دبل نوتس زي كده. يبقى ده كده اللي احنا أو بعض الكومن تايبس للجزء الخاص بالمسامير. طبعا الكلام ده أو الميكانيكال فاستنرز عن طريق السكرو جوينت ده موجود منه أنواع كتيرة جدا وأشكال كتيرة جدا. ممكن الكلام ده نشوفه برضو من خلال فيديو صغير، نشوف بعض أنواع السكرو جوينت اللي بتستخدم والأغراض بتاعتها المختلفة. Even though the term screw and bolt are often used interchangeably, they are different. A bolt is a threaded fastener, like a screw, but it is held in place either by a nut or a threaded hole on the other side. The most common types of bolts include hex bolts, which are primarily used in machinery and construction, leg bolts, which are large wood screws with hex heads and used in wood construction and landscaping, carriage bolts, which have smooth, rounded heads with a square section to pull deeply into the material to stop any spinning during installation, eye bolts, which have a circular loop on one end so that rope or chain can be attached to it, U-bolts, which are formed in a U-shape and used to affix piping or other objects with round surfaces to a material, and studs, which are bolts without heads and threaded on both ends. بعد كده عندنا العملية التانية. احنا قلنا ان عملية الجوينينج ممكن تتم عن طريق الميكانيكال فاستنرز، والميكانيكال فاستنرز قلنا ممكن تكون عن طريق الريفت جوينتس اللي ممكن تمثل بيرمننت جوينت، او عن طريق السكرو جوينت اللي ممكن تمثل تمبرالي جوينت او وصلة مؤقتة. النوع التاني او الطريقة التانية لعملية الجوينينج هي الادهيسيف بوندينج. الادهيسيف بوندينج هي جوينينج بروسيس الفيلر ماتيريال اللي بتستخدم عشان تعمل لي هولدنج ما بين تو اور مور ماتيريال، بتكون عن طريق السيرفيس اتاتشمنت. يعني انا بعمل عمليه التصاق للاسطح مع بعضها، يبقى انا بستخدم هنا ماتيريالز او الفيلر ماتيريالز بتاعتي ما بتكونش ميتاليك ماتيريال. انا ممكن استخدم الديفرنت تايبس اللي قدامي دي اللي هو الجلو مثلا، اللزق العادي، السيليكون اللي انا بلحم بيه، البوليمرز ماتيريال اللي بتستخدم في عمليات البوندنج او عمليات الالتصاق. كل الكلام ده يعتبر نوع من انواع البوندنج اللي بيتم. ده طبعا بيستخدم في رينج وايد رينج اوف ابلكيشنز عشان يبتدي يعمل لي جويننج للسيميلر والديسيميلر ماتيريالز. يعني ممكن مواد متشابهه مع بعضيها الحمها، وممكن مواد مختلفه الحم مواد من انواع مختلفه مع بعض. فبالتالي زي الميتال، زي البلاستيك، زي السيراميك، زي غيرها من المواد اللي ممكن اعمل لها ادهيسيف بوندنج. انواع الادهيسيف بوندنج كتيره جدا وموجوده في الاندستري وموجوده في الابليكيشنز اليوميه اللي بنلاقيها حوالينا. طبعا الادهيسيف بوندنج بيكون بيرمننت بوندنج او بيرمننت جوينت، هي واصله دائمه، بس الفكره بتاعتها ان هي ما بتكونش سترونج او قويه قوي زي الويلد جوينت
زي البريزد جوينت زي السولدرد جوينت. يبقى الوصلات اللي معمولة عن طريق السولدرينج أو البريزنج أو الويلدينج بتكون أقوى من اللي معمولة عن طريق الأدهيسيف بوندينج. العملية الثالثة هي عملية السولدرينج. عملية السولدرينج والبريزنج هما عمليتين في شبه كبير قوي بينهم وبين بعض، وهنبتدي نقول ايه هو الديفرنس ما بين التو بروسيسز. السولدرينج هي عملية بتعمل جوينينج للميتالز باستخدام فيلر ماتيريال. الفيلر ماتيريال دي هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن التن اند ليد اللي هو الرصاص مع الأزدير. فده اللحام المشهور قوي بيسمى لحام الكاوية أو لحام الأزدير، هو عبارة عن واير أو سلك من الأزدير بيستخدم مع سولدرينج آيرن أو كاوية خاصة بالسولدرينج. بيتم تسخين الكاوية دي بحيث إن هي تعمل ميلتنج للسولدر اللي هو مكون من التن والليت، السلك اللي مكون من الأزدير مع الرصاص، وبيبتدي يلحم بالوايرز الاسلاك او البوردات، بلحم بيه السيركت بورد. يبقى انا معظم التطبيقات الالكترونيه او معظم اللوحات الالكترونيه البوينتس اللي بتبقى ملحومه داخل البوردات دي هي عباره عن سولدرنج بروسيس، هي عمليه سولدرنج تمت من خلال استخدام لو ميلتنج بوينت سولدر. يبقى السولدر او السلك ده بينصهر عند درجه حراره منخفضه لا تتجاوز 300 درجة. يبقى أنا السولدر ميلتس at temperature less than 300 degree، وده بيكون أبعد من الميلتنج تمبريتشر للميتال اللي أنا بعمله جوينينج. يعني أنا هنا أنا بصهر السولدر اللي هو الفيلر ميتال أو المادة اللي أنا بملى بيها الأماكن بتاعت اللحام. يبقى أنا هنا أنا ما بصهرش البوردة، يبقى البوردة درجة الحرارة ما بتوصلش ان هي تصهر لي جزء من المعدن او الماتيريال اللي انا بلحمها. يبقى بالتالي فكرة السولدرينج ان انا بستخدم حاجة اسمها سولدرينج اير او كاوية اللحام، بستخدم حاجة اسمها السولدر او الفيلر ميتال، وببتدي اصهر الميتال ده عند درجة حرارة اقل من 300 درجة، فبيبتدي يديني جوينت او يديني وصلة. طبعا قلنا الابليكيشنز بتاعتها معظمها عمليات اللحام للأسلاك أو اللحامات اللي بتبقى موجودة داخل السيركت بورد أو المكونات الإلكترونية. طبعا النوع ده من الجوينينج بيديني لو سترينث جوينت، فدي كده بنسميها عملية السولدرينج. هنبتدي نشوف لها فيديو هي والبريزنج. نشرح بس البريزنج الأول وبعد كده نشوف فيديو خاص بالسولدرينج وفيديو خاص بالبريزنج. طيب عملية البريزنج، عملية البريزنج هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن جوينت بتتم برضو عملية هيتنج للبيز ميتال. ببتدي الحم، ادي تو بارتس مع بعض وادي الفيلر ميتال. الفيلر ميتال في عملية السولدرينج زي ما اتفقنا هو مكون من التن مع الليد، مكون من الأزدير مع الرصاص. هنا الواير اللي بيستخدم أو الفيلر ميتال اللي أنا بملى بيه منطقة اللحام بيبقى عبارة عن كبر اللويز، سبائك النحاس، الكبر مع الزنك، الكبر مع الفضة. كل دي اللويز أو كل دي سبائك بيصنع منها الفيلر ميتال ده وببتدي ألحم بيه. فعشان كده بيسموه لحام النحاس أو السبائك اللي بتستخدم عبارة عن الكبر داخل كبيز فيها. طبعا الفرق الثاني بينها وبين السولدرينج، احنا قلنا الفرق الأول اختلاف الفيلر ميتال. الفيلر ميتال في حالة السولدرينج هو عبارة عن التن ليد، بينما في حالة البريزنج هو عبارة عن كبر اللويز، كبر زنك، كبر فضة. دي الكومن اللي بتستخدم في عملية البريزنج. الحاجة التانية أو الفرق التاني إن درجة الحرارة أو الميلتنج بوينت اللي بينصهر عليه عندها الفيلر ميتال ده بيبقى فوق الـ 450 درجة. يبقى احنا كنا في حالة السولدرينج بنقول إن الأزدير أو الأزدير مع الرصاص
بينصهروا عند درجة حرارة أقل من 300. هنا في حالة البريزنج الفيلر ميتال ده اللي هو مكون من سبائك النحاس بينصهر عند درجة حرارة فوق ال 450 درجة. الفرق الثالث إن السولدرينج بيديني لو سترينث جوينت، بينما الجوينت في حالة البريزنج بيكون السترينث بتاعها أقوى وبيكون أفضل من حالة السولدر. يبقى ده كده الفرق ما بين السولدرينج والبريزنج، والاتنين بيعتبروا ان هما permanent joint بتستخدم كنوع من انواع الجوينينج بروسيسز او الجوينينج ميثود. هنشوف بقى فيديو يوضح لنا الفرق ما بين السولدرينج وما بين البريزنج. Soldering. In this video we are going to see about soldering. Soldering is a method of uniting two or more pieces of metal by means of a fusible alloy or metal called solder. Consider a soldering iron, electrode, stand. Soldering is mostly required wherever electronic components need to be connected to circuit boards. A blowtorch or soldering iron constitutes the equipment for heating the base metals and melting the solder and the flux. It is applied in the molten state. It is distinguished from welding by the base metals not being melted during the joining process, which may or may not include the addition of a filler metal. Brazing. In this video, we are going to see about brazing. Brazing is essentially similar to soldering, but it gives a much stronger joint than soldering. Consider a setup with flux material, welding torch, filler rod, and workpiece. Brazing is joining of two metal pieces by using a filler metal. Mostly copper-based alloy and silver-based alloys are used. In brazing, the base metal of work pieces to be joined is not melted, but filler metal is melted. This filler metal is in the form of liquid adheres to the base metal, and the joint is made between the two work pieces. بعد كده هنتكلم على الويلدينج بروسيس. الويلدينج بروسيس هي عملية من عمليات البيرمننت جوينينج فابريكيشن بروسيس، بتستخدم على نطاق واسع جدا. بتعمل جوين للماتيريالز يوجوالي او في العادة بتكون ميتالز او ثيرموبلاستكس. اثناء عملية الويلدينج ببتدي التو ورك بيسز اللي انا بعمل لهم جويننج بيبقى ما بين منهم فراغ. الفراغ ده انا ببتدي املاه بالفيلر ميتال، او ان انا بعمل عمليه ميلتنج لاجزاء البيز ميتال بتاعي بحيث انه يتكون ما يسمى بالويلد بيد او الجزء او خط اللحام بتاعي. طبعا العمليه دي بيحصل فيها في انواع بتتم من خلال عمليه الفيوجن، ان انا بوصل لدرجه الانصهار ان جزء من البيز ميتال بينصهر مع الفيلر ميتال اللي بينصهر، وبيبتدي يتكون لي ما يسمى بالويلد بول او حوض اللحام، اللي هي الورك بورشن او منطقه العمليات اللي بيبقى مستخدم فيها يا اما ويلدنج تورش يا إما حاجة اسمها ويلدنج إلكترود. وطبعا الكلام ده هنبتدي نشرحه بالتفصيل لما نتكلم على different types of
welding. الويلدنج جوينت طبعا بتكون اقوى بكتير من الوصلات السابقه اللي اتكلمنا عنها, سواء السولدرنج او البريزنج او الادهيسيف بوندنج. كل الكلام ده بيعمل لي وصله ل من الوصلات الدائمه اللي بتستخدم عشان تعمل لي عمليه تجميع او عمليه اسامبلي لمجموعه من العناصر. طبعا الكلام اللي احنا قلناه دي كانت نبذه مختصره عن كل بروسيس من البروسيسز اللي بتستخدم في عمليات الجوينينج. طبعا ده بارت 1. بارت 2 ان شاء الله هنتكلم فيه على الويلدنج بروسيس ان ديتيلز, هنتكلم على الديفرنت تايبس اوف ويلدنج بروسيسز, هنتكلم على الويلدنج ديفكتس, هنتكلم على الكومن بروسيس اللي هي الشيلدد ميتال ارك ويلدنج, هنبتدي نقول ايه بعض الاوبريشنز الثانيه اللي بتستخدم في الصناعه وايه هي الابلكيشنز المختلفه اللي بيدخل فيها اللحمات. هنشوف بس فيديو صغير كده يوضح لي فكره بسيطه عن عمليه اللحام, وبكده نبقى احنا ادينا تقسيمه الجويننج بروسيسز وعرفنا عمليات الاسامبلي بتتم ازاي لو انا هبتدي اكون كومبوننت من مجموعه اجزاء مصنعه, ابتدي اكونها ازاي او ابتدي اجمعها ازاي, وايه الطريقه المناسبه لعمليه الاسامبلي او عمليه الجوينت.